الثلاثون من أغسطس. إعصار ديفيد يضرب دومينيكا عام 1979 ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد في هذه الدولة. انفجار في مبنى مجلس الوزراء الإيراني في طهران يودي بحياة الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهونار سنة 1981. سنة 1982 إطلاق القمر الصناعي كوزموس 1402، وكان يحمل مفاعلاً نووياً يحتوي على 50 كيلوغرام من اليورانيوم 235. اجتماعات المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب تبدأ في القاهرة عام 1990 بمشاركة 14 دولة عربية لبحث سبل إنهاء الاحتلال العراقي لدولة الكويت. المنتخب الوطني لكرة اليد يحرز لقب البطولة الآسيوية الثامنة للشباب التي أقيمت في بانكوك عام 2002، ويحصل المنتخب على كأس البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب القطري. سنة 2009 الحزب الديمقراطي الياباني المعارض يفوز بالانتخابات العامة عام 2009 ويطيح بسيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يحكم اليابان منذ 50 عاماً.